سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق من قبل على أسرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا مما بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه بإمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تغدر لنشمنك ولمسنك من عذاب أليم قال طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي بدلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدر لا تغني عني شهادهم شيئا ولا يؤكدون إني إذا لفي ضلال مبين إني أنا أمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين فما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة للبهد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أبيعوا كل لما سمعوا لدينا مهدرون وآية لهم الأرض البيت جعلناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون
فيها جنات من نخيل ما نال وبشرنا فيها من العيون ليأكل من ثمرهم ما من أجلهم بلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ما يتلفن الليل النسخ من النهار فإذا هم مذنبون والشمس تجري لمستقر لها ذلكم نذير العزيز العليم ولقد قدرناه منازل حتى دخل الجود القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك الكمل بل الليل سابق النهار لكل نبي ملك يسابقون وآية لهم الله من حسر يدهم في فلك وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن مشع نغرق ولا صريخ لهم ولا هم يركضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى أخين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أيتم من لم يشاء الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين ما يرسل إلا صيحة واحدة نعوذها وهم يهيسبون فلا يستطيعون أن يعصيهم ولا إلى أهلهم يرجعون فمن نفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما فعل الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهرلون فاليوم لا تسلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقهن أما أزواجه بذلالالرائك متكئن لهم فيها فاكهن ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فإني بدمني هذا صراط مستقيم ولقد أتعلمكم شبلا كسرا ولم نكن داخلين هذه جهنم التي كنتم تأتون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نحرم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولم نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولم نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره لنكث من خلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينصرنهم كان حيا وهو خلق أولى الكافرين
ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون فاتخذهم من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم الجند مهزلون فلا يمسك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم نر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإنسان فهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بكامل ملاء أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مظهر موجودات حضرت محمد مصطفى سيدنا ونبينا محمد. الله هذا ذكر دلما أبلا باشق دوشم ليلة هر خدا الله هذا هر كم الولد هر إشي آشان دل الله هذا الله هذا سهر إشن أنا يا أنا صدى النفس الله دم لمدام الله ديل أضر هارش تمام دركز الله دس شرقيل لسان دكر شمل قلام زنادان اسم فاكن فاقن رزق ليلان أرمرا عشق لگل امدی الله دیدیم دردین یود عشق آهیدنیم آقا کم را مرد آبادی آقا کریم آقا خیم امر آقا
بإذن الله لا شك لنا يرشي الله سيلا لا شاد لنا أشب لألم يوجك ناردي يا رد مشتغني جبل بريدي غريك نايك جيس ملك عرش فرشا يجنب نفلك سمع لنا النار الليل دي بالليل الشم لإقرار أيل دي بارنا حاجد حسد جاك بالليل الله حمد مرد تدريا كندي لسي بغنى سدن النجاة عشق لدريدي لأدينا الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة سلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين على رسولنا صلوات اللهم صل على سيدنا نبينا محمد يا عزيز رشد بشر سزا بالبصير فنرز الله سزا العصير يمن المهر كبن دا مزق بقاقص جنا مردا تتا حق تعالى من رحمة إلى يا أنا كم من يوم الدعاء إلى أنا هركي ديلا يرمود أنا بولا فاتحة إحسان در سليمان قولنا حق تعالى شد يرتها لبي كنا نملم سينا عهد مقاد برجل الارزجان حامنا شقه ظلم الزجان مستوى نور من قدم بالحبيب النور دب نرددي فاضع نور انا امنا خلال حدانا لني جار زجار على رسولنا صلوات
صل على سيدنا ونبينا محمد. آمين يا خاتم محمد في Yeah.
طمش جملة أولو شالبان قام جد قلمين دم رجان جملة جراد جهاني لبلدا شعر شودن بيدي لركي من مرحبا مرحبا أي آل سلطان مرحبا مرحبا أي كالي بنا مرحبا مرحبا أي كرة أيدي هنيلة مرحبا أي خاصي محب النبي جليلة مرحبا أي جملة المطلوب سانا مرحبا أي خالق المعبوب سانا مرحبا أي جان وجانا مرحبا مرحبا أي درد درمان مرحبا مرحبا أي أسمد مرجعي مرحبا أي جالس الرشعي مرحبا أي رحمة للعالمين مرحبا سنس الشفيء للمذنبين أي جمال إخلص لبدر منير أي قمر شمش لرسم للثقيل دستي سنقى مؤلاء دينين هم بناهي بم هي أي جن الألم درد ما نسان أي رات المشرق صوت نسام شرد العرس يمون سنون النشان عشق لا درد لا أدين الصلاة الصلاة تفلكنا دين رزق أمتنا سنخجل غدر
سيدنا الأولين والآخرين
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حاكم التكاثر عند أجل المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن لجحم ثم لتربنها أين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم فلم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
نورك فبالله رجلهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüzümü dergâhı tuttun ya gani perverdigâr, derdime derman iliştir ya gani perverdigâr. Şaşmışım ya Rabbe vaden eyle şerrinden, halâs izzetin zatın hakiçun ya gani perverdigâr. Nizam çerişi her yanadan bağlamıştı yolunu, kamdan azat edebilsi ya gani perverdigâr. Her ne derde müptela olsa tam bu halkı cihan, senden isterdir de derman ya gani perverdigâr. Karşına külsün hakiçun bir nazar kıl halime, kullarını sen sevindir ya gani perverdigar. Hicr oldu canıma kâr edip kületti bağrıma, nâri hicrinden halâs et ya gani perverdigar. Zehrini bana içirdi bir de miçre bu felek, ahilinden de heri döner ya gani perverdigar. Cümle müşkül işlersen halledersin ya kerim, hali müşkülden halâs et ya gani perverdigar. Enbiyanın evliyanın hürmet için ya rahim, merhamet kıldan garibe ya gani perverdigar. Senden olmazsa inat ya ilahil alemin, kime feryat eyleyen ben ya gani perverdigar. Lef-i makus hak için hacetim eylere bak, hasretine sen kavuştur ya gani perverdigar. Gurbete düştüm üzümü tutmuşum dergahına, umarım senden inayet ya gani perverdigar. Kâbe hak için dünyada ile nişanı halile, sen bizi hıfz eyle daim ya gani perverdigar. Kim ki üzere vurup senden muradın istedi, ver murad ettin sinanı ya gani perverdigar. Mustafa'ya verdin Kur'an azam, hak için varlığı kıl anam atam ya gani perverdigar. Hakkı sen rızkı sen 18 bin alemin cümlesini zikreder ya gani perverdigar. Bahri rahmet her yeme bir katreyi sen eylesen, rahmete mustrak olur ya gani perverdigar. Dilimiz bize rın arz edersin ya ilah vadiri geniliyiz ya gani perverdigar. Azamı lütfedersin bize ya kerim, can dil minnet yenidir ya gani perverdigar. Ruzi mahşerde kamun hükmelere didarım arz edip vere terahhum ya gani perverdigar. Cümle iman ehline fazla rahmet eyle, gele zirra gaffar uzun opsun ya gani perverdigar. Ne yüzle varırız dergâhına yarın senin, senden olmazsa inayet ya gani perverdigar. Gerçek yoldan azdır bu nefs ammare, bizi nefs elinden bizi kurtar ya gani perverdigar. Bizi arşın gölgesinde gölgelendir ya ilah, sakın etin cennet içine ya gani perverdigar. Sen bize komşun ver ya ilahi Ahmet'in, huri gırma eriştir ya gani perverdigar. 18 bin alemin hak için olsun ya ilah, sen kabul et münacatım ya gani perverdigar. Çevciketten erişem türlü belalar ya ilah, sığınırım sana her dem ya gani perverdigar. İnsile cinni bu huşu hem kuyrun rızkını, ruzu şef yetiştirensin ya gani perverdigar. Hem beladan hem kazadan saklı bizi ya kerim, hem hatadan hem hatardan ya gani perverdigar. Kudretinle devreder göklerde ile güneş, hürmetine sen esirgen ya gani perverdigar. Çön eşi lütfü keremdir kullarına ya ilah, lütfunu dayı umarız ya gani perverdigar. Ya ilahi bize birkaç mecade ver aman, alemin mi hak için ya gani perverdigar. Yerler ve gökler hak için ya ilah, el alemin merhamet kıl ben garibe ya gani perverdigar. Yüzü kara kum yarar günahım fiyadet lütfü, dönmesin nitelim ya gani perverdigar. Tevbe kıldım ettim işim pişman olmuşum, tevbe bizi sen kabul et ya gani perverdigar. Bin bir ismin hürmeti için ümmetini Ahmet'in rahmetinle yargı ya gani perverdigar. Anne bezde cümle bizi şeytan elinden kıl halaz, bizi iman beyliğin ver ya gani perverdigar.
Bu münacatı okuyup yüzümü tuttum sana, yüzümü mahşerde akide aleni perverdigar. Kim ki yüz tutup münacat eyledi dergahına, haşa mahrum koymayasın ya gani perverdigar. Cümle maksudum uradım hazretinden, dilerim senden ara kimse yoktur ya gani perverdigar. Mustafa'nın abru hak içine müstahmtan oduna halaset ya gani perverdigar. O kıyamet şiddetinden sen halaset cümlemiz, Mustafa'ya sen bağışla ya gani perverdigar. Okuyana hem yazana rahmetinle yar, bu adilleyenleri dakikem ya gani perverdigar. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbeti lil müttekin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ahlihi ve sahibihi ecmain. Ey var olan bütün varlıkların sahibi, hakiki olan Allah, sana imanet ededik ementü billah, tasdik ederiz peygamberimizdir Muhammed Resulullah. Biz olan lütfunu imanla daima elhamdülillah, bizleri imanından, Kur'an'ından ayırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu okuduğumuz Yasin Şerif Suresi'nde rikazetinde en güzel bir şekilde kabul eyle ya Rabbi. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de has olan sevabı evvela peygamberimizin mübarek ruhu şerefine hediyedir, şu anda haberdar eyle ya Rabbi. Bilhassa okuduğumuz Kur'an-ı Azim'in şanlı ve nebili şerifi sevabını bu alemin sağlığı için hediyeledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Bu aileyi her türlü belalardan, kazalardan, hastalıklardan sen koru ya Rabbi. Yuvalarına sağlık, sıhhat, mutluluklar nasip eyle ya Rabbi. Hanesinde sıkıntıları varsa zefire feyle. Daima bu haneye bolluk, bereketler, mutluluklar nasip eyle ya Rabbi. Gönlümüz günümüz belalardan, akla hayale gelmesi musibetlerden cümlemizi lütfenle esirge muhafaza eyle ya Rabbi. Esselatu vesselam ya Resulallah, Esselatu vesselam ya Habiballah, Esselatu vesselam ala sebedeni vel alemin. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti yemma yasifuna ve selamün alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يخليك. Siz bu kere tartışmayacağız. Projesi okudu, onun için ne var düğünü girer. Haydi, şu an kaçmamız gerekiyor. Я хочу сказать, что 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 я хочу сказать, что